لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. انتهت قبل قليل المواجهة التي شمعت بين فريق الوداد ومستضيفه نادي المغرب الفاسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك على أرضية المركب الرياضي بفاس في الجولة 23 من البطولة الوطنية الاحترافية. ودخل فريق الوداد منذ البداية بقوة بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ونجح في ذلك عن طريق عبد الله حيمود في الدقيقة الرابعة، لكن عاد نادي المغرب الفاسي في النسيجة عن طريق اللاعب حمزة الجناسي في الدقيقة 18 بطريقة رائعة بعد تنفيذه لضربة حرة مباشرة، ومكنت هذه النسيجة كلا الفريقين من إضافة نقطة واحدة إلى رصيدهم، حيث أصبح نادي المغرب الفاسي يتوفر على 35 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فريق الوداد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول. وعرفت بداية المواجهة التفاتة جميلة من فريق المغرب الفاسي الذي هنأ فريق الوداد على التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما سادت الروح الرياضية بين جماهير الفريقين من خلال تبادل التشجيعات، كما تشاركوا المدرجات في سابقة بالكرة المغربية، حيث لم تكن هناك أي حواجز أمنية بين جماهير الفريقين بالمدرجات.